السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك الشركة المصرية للأساس والديكور، موجودين في طنجة. أنا مصري، جينا عملنا المشروع هنا. إحنا الشركة المصرية حمادة حمدي المصري، موجودين في طنجة في البرانس شارع ابن عردون. أهلا وسهلا بكم، إحنا بيننا وبينكم إخوة وعمر. أهلا وسهلا، وأنا تحت أمركم في أي شيء. الأستاذة صوفيا جت عندنا، إن شاء الله تعمل معنا لقاء، ويا رب نوصل لكم المعلومة. وإحنا الحمد لله تقريبا أحسن جودة موجودة هنا في طنجة الحمد لله. أنا 25 عام. أنا أبناء؟ لا، في مصر. كل شيء في مصر. الحمد لله إحنا بنخدم بعود الشوك بالنسبة للصباغة، أعلى مستوى صباغة. بالنسبة للتوب بنجيب التوب وبنطرزه على يدي في مصر، وبيجي زي ما انتوا شايفين تقريبا طرز وكاليتي عالي وبنج عالي. احنا السلع عندنا بندي عليها ضمان 10 سنين الحمد لله. سلعتنا مميزه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا في طنجه معروفين الحمد لله، يعني عندنا زباين، ولكن طبعا محتاجين كل الناس تعرفنا علشان ربنا يسهل لنا الرزق هنا ويستمر معنا المشروع. جبتي عندك زباين من مكناس؟ عندنا ناس من مكناس، وعندنا ناس من الرباط، وعندنا ناس من الدار البيضاء، ولكن طبعا هو اليومين دول السوق يعني شويه، يعني شويه ما فيش بيع وشراء قد كده، ولكن الحمد لله احنا خدامين الحمد لله. تنشوفوا العالم الوطني عندك في المغرب؟ ضروري طبعا، انا اعتبر مغربي، انا 25 عام وانا في المغرب الحمد لله، يعني مصري مغربي. مصري مغربي اكيد طبعا. عاش محمد السادس. عاش محمد السادس طبعا. امين يا رب امين. السلع عندنا الجودة، بالنسبة للجودة احنا بنخدم عود الشوك. عندي هنا اهو مثلا ده طرف مهرس اهو، عود الشوك. الصباغة ها هي، نسبة الصباغة في العود مفيش اقل من ملي، اقل من نص ملي. فالحمد لله يعني عندنا الشغل ها هي الصباغة، مش عاملين ميتال وداك الشيء. احنا بنستورد السلعة من مصر، ولكن بنكملها بسلعة مغربية طبعا. عندنا النجارة ديالنا، وعندنا المعمل اللي بيعمل لنا الجتارة والسلان العربي. بنشتغل في كل حاجة تمت بالموبيليا في المغرب. هل من شاغل عندك؟ نعم. هل من شاغل؟ من خدام؟ خدام انا ما بحتاجش خدام، انا اللي بيجي بيعاوني مثلا يجي يعمل نهار ويمشي في حاله. لو احتاجت خدام بيجي يخدم معايا. كان زمان ايام المعمل كنت مخدم عندي 4. طبعا ده الكلام ده من 15 سنه لما كنا بنخدم هنا اغلب السلع. الوقت بودي للنجار يخدم لي، بودي للسباغ يخدم لي في ورشته في معمله، انما خدامه هنا ما معيش خدامه، ما يحتاجش المشروع. السلعه بتنزل، لو حد بيجي يعاوني بياخد بيتخلص اجر ما يتعاون معايا. المهنه ديالك انت نجار او انا؟ اخد المهنه من اولها لاخرها. يعني خدمت الاول، انا طبعا بكالوريوس تربيه، ولكن احنا في مصر بنتعلم المهنة مع الدراسة، فدي بتفيدنا فيما بعد. انا اولادي برضو بكالوريوسات، ولكن خدامين معايا في المعامل في مصر بيشتغلوا معايا في نفس المهنة. ما شاء الله عندي 3 صبيان. ربي يخليك ويبارك فيك. اتفضل يا مشاهدينا الكرام، احنا ندير واحد الجولة في مصنع، ما نقولوش محل، بأنه هو كبير ما شاء الله عليه. عنده كراسي، شوفوا هذا الكراسي، هذه نهضرت انا لهجه مصريه. عنده كراسي، عنده بزاف في اللون الاحمر. شوفي الصالون ده، وين يعني قليل لو تلاقيت الموديل ده موجود هنا. ده موديل 2024. شوف النقش اللي فيه، شوف النقش اللي فيه، معلش الدنيا ضيقه شويه. شوف النقش اللي فيه، اللي في اليدات. هذا عود الشوك، كالت عالي جدا من العود، متبخر، خشب مبخر، عمر السوسه ما تيجي فيه. ها الكرسي الشوليه بتاعته. شوف الخدمه اللي في الجنب. وهذا برضو 2024. كما الموديل
الصنع انت اللي تختاره او التصميم؟ احيانا بصمم حاجات وبجيبها، واحيانا ناس ثانيه بتصمم وبشتري من عندهم التصميم، ولكن هو بيبيع لك الموديل بتبقى بتاع يعني لو خدت منه واحد المفروض عليه ياخد بقيه المجموعه اللي عملها 12 صالون 10 صالونات، ببدا اجيبهم يخلصوا ونجيب موديلات جديده. الحمد لله الحمد لله. في ده الكنبه بتاعته، ده اسمه كوكتيل، عنده اتنين كراسي من ده. شوف الخدمه اللي في الجنب، في صالونات صغيره زي دي تمنها يبدا من 5500 درهم الصالون، كنبه ومعاه زوج كراسه. كان ثمن مناسب شويه؟ اكتر من مناسب. عندي صالونات لحد 9000 درهم، كنبه وزوج كراسه من الكبار، وعندي من الصغيرين دول الموديل اللي قبل الاخير ده 6000 درهم كنبه وزوج كراسه، وعندي نفس الموديل ولكن التوم مبدل شويه 5500 درهم. اللي تيشرو من عندك واش بمناسبه العراس؟ 5500 درهم لالا. لا لا، ملي تيكون شي حد غادي يجهز مثلا العرس ضروري طبعا ياخذوا من عندك. ياخذوا من عندي الحمد ولا لله. ولا لي زوتيل ولا؟ لا لا لا، الاوتيلات والكلام ده بيبقى لهم طلب، ولكن احنا بنخدم مع الكليان اللي هو في حالنا، اللي هو اللي الناس اللي عايزه تشتري تفرج ديورها. دار صغيره بياخد صالون صغير، دار كبيره بياخد صالون كبير، على حسب الحجم اللي عنده والثمن اللي يناسبه. لان احنا انا قلت لحضرتك عندي صالونات 5500 درهم كنبه ومعاه زوج كراسه. هو اوريه لك، اتفضلي. اهو 5500 درهم كنبه ومعاه زوج كراسه، واغلب السلع بتاعتنا اللي بتتباع هي هذه الحاجات.